حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. وصفت اللجنة المالية النيابية النفقات التشغيلية في الموازنة المالية لعام 2023 بالكبيرة للغاية. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن مبالغ النفقات التشغيلية تعتبر عالية جدا لكثرة التعيينات في ظل تدهور القطاع الخاص، مضيفا أن دعم بعض الكتل السياسية لتمرير تلك التعيينات أوصلت العراق إلى تلك النفقات التشغيلية. وكانت مصادر سياسية قد كشفت عن انخفاض في النفقات الاستثمارية المخصصة في الموازنة المالية لعام 2023 لأدنى مستوى طيلة السنوات الماضية. قال النائب ياسر الحسيني إن وزارة المالية أكملت المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 من أجل مناقشتها في جلسة حكومة السودان المقبلة. وأشار الحسيني إلى أن المبلغ الإجمالي للموازنة يتجاوز 140 تريليون دينار عراقي بنسبة عجز مالي بلغت أكثر من 30 تريليون دينار مع احتساب سعر برميل النفط الواحد ل 65 دولارا. وفي إطار التنصل من المسؤولية وتبرير الفشل الحكومي، قال القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي إن انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار تسبب بما وصفه بالسبات العمراني. وقال عبد الهادي إن الشركات والمستثمرين سيوقفون مشاريعهم الاستثمارية بسبب ما وصفها بلعنة الدولار، مضيفا أن ما يحدث الآن في سوق سعر صرف الدولار يعد أجندة أمريكية من أجل ابتزاز حكومة السودان على حد تعبيره. كشف خبراء اقتصاديون عن امتلاك إيران أموالا ضخمة من الدينار العراقي تشتري بها الدولار من السوق العراقية وتستنزفها. ونقلت وسائل إعلام عن الخبراء قولهم إن إيران لديها 50 تريليون دينار تسعى لاستبدالها بالدولار، محذرين من أن بقاء سوق الدولار مفتوحا للشراء على مصراعي سيتسبب بإيصال سعر صرف الدولار إلى نصف مليون دينار لكل 100 دولار. ارتفعت أسعار البيض بشكل كبير لتتجاوز 8000 دينار لطبقة البيض الواحدة بعد أن ارتفعت إلى 6000 من 4000 دينار. وفي محاولة لتغطية العجز والسيطرة على الأسعار، قررت وزارة الزراعة فتح باب بيع البيض من محافظات كردستان العراق إلى باقي المحافظات، ما يشير إلى وجود نقص في الكميات التي قد تعادل استهلاك العراقيين. وفي الشهر الماضي أكدت اللجنة الزراعية النيابية أن القرارات الخاطئة للحكومة السابقة تسببت بإغلاق 4000 مشروع للدواجن في جميع المحافظات العراقية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.